حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فكانت من الأذكار التي أمر النبي أمته أن يلهجوا بها، وقال إن من قال في أي يوم 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه. كفاه، قال اقتدوا بي، تعلموا، انظروا ما وصفني الله به وما أمرني بقوله، قولوه من بعدي وإن لم تبلغوا معرفتي وإن لم تبلغوا قوتي قولوه من بعدي، فإذا قلتموه نالكم من ذلك آثار كبيرة وثمرات عظيمة كفاه الله ما أهمها. أي شيء يهمك يكتفيك الله إياه 7 مرات تقول في الصباح في المساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فحسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة وما لا نهتم به وما أنت أعلم به منا يا حي يا قيوم.